وضعت حكومة إقليم كردستان الحجر الأساس لإنشاء مجسرين جديدين في مدينة دهوك بحضور وزير البلديات والسياحة والسفر في الإقليم ساسان عوني ومحافظ دهوك وعدد من المسؤولين الإداريين في المحافظة. ويقضي المشروع الذي بلغت كلفته 13 مليار دينار إلى رفع آخر إشارة ضوئية على الخط السريع في المدينة. من دواعي السرور نشارك اليوم في وضع حجر الأساس لإحدى المشاريع الاستراتيجية المهمة لأيادي الأعمار لحكومة إقليم كردستان. يساهم هذا المشروع بتخفيف الزخم على الطرق الداخلية لمدينة دهوك وكذلك لعموم إقليم كردستان من زاخو إلى العاصمة أربيل، حيث بإتمام المشروع لن تبقى أي إشارة ضوئية على طول هذا الطريق سوى تقاطع قضاء شيخان. لذلك يسرنا أن نثمن جهود واهتمام رئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني لدعمه الكبير على تنفيذ المشاريع العمرانية في محافظات ومدن إقليم كردستان كافة، وهذا أحد هذه المشاريع المهمة التي تعالج مشاكل عدة لمواطني دهوك وكل من يسلك هذا الطريق. وكذلك نشكر رئاسة البلدية في دهوك والمؤسسات الخدمية الأخرى كافة على تعاونها مع الشركة المنفذة للمشروع من تصميم وتوسيع والأعمال الهندسية الأخرى. وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ المراحل الأخرى وتدخل مدينة دهوك في مراحل أكثر تقدما وتطورا. عجلة مشاريعنا الخدمية والعمرانية مستمرة وأغلبها دخلت في خدمة المواطن. هناك عمل جدي لتنفيذ المشاريع في جميع الأغذية والنواحي بناء على مبدأ المساواة، وتم تقديم الخدمات والرعاية والاهتمام إلى القرى والمناطق البعيدة من مركز المدينة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وسوف نفتتح قسما من هذه المشاريع الكبيرة على مستوى العراق في الأيام المقبلة.